بالعلم ويا العمل ضريري جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لجميع الإخوان والأخوات بدون استثناء. السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف الورى وسيد خلق المرسلين. تحية لجميع الإخوان والأخوات الذين يتتبعون معنا سلسلة دروس اللغة الإسبانية برعاية أكاديمية ملتقى الدارين، والشكر لجميع الأطر القائمة على هذا العمل. درس اليوم إن شاء الله هو مدخل لسلسلة دروس التحايا، التحية، يعني نقول لوس سالودوس، التحايا، لوس سالودوس، كما هو بين في عنوان الدرس. لوس سالودوس، التحايا، لوس سالودوس. أول تحية يمكننا أن نتعرف عليها هي أولا، عندما نلتقي مع شخص ونريد أن نتكلم معه إسباني، يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أولا بالنسبة لدي. أولا، كما عرفنا في دروس ماضية، أولا لا تنطق اتش، لا تنطق، حرف ساكن يوت. إذن أولا 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 أولا. نعم، ما يجب أن معرفته صباح الخير، بوينوس دياس، صباح الخير، دياس، جود مورنينغ، بونجور. نعم، بوناس تارديس نقولها وراء الساعة 12 ظهرا إلى الليل. يمكن أن نقولها في المساء أيضا، يمكن أن نقولها مثلا الساعة 7 أو 8 أو 9 حسب، لأن الإسبانيين يمكن له أن يقول لك بوناس تاردس مع الساعة 7 مثلا أو 8 ليلا أو 9، هو 6 مثلا، يعني كما في الغروب مثلا، في الغروب، هذا بصفة عامة. ولكن يمكننا أن نقول بعد 7، 6، 8. نعم، هذه ثقافة الإسبانيين. إذن بوناس تاردس، وداف شنو، بون أبخي ميدي، بوناس تاردس. نعم، و بوناس نوتشيس، بالليل، لا نوتشي، والليل، الليل، نقول بوناس نوتشيس، مساء الخير، نقولها في الليل. يمكننا أيضا أن نقولها في 7، 8، 9 ليلا، 10، 12 ليلا، 1 ليلا، يعني بالليل نقول بوناس نوتشيس، لا نوتشي، الليل، بوناس نوتشيس. بالنسبة للإسبانيين يقولونها عند اللقاء وعند نهاية اللقاء أيضا، ليس كالإنجليزيين مثلا إذا كان لقاء في الليل بوناس نوتشيز، وإذا كان نهاية وفي نهاية اللقاء تقال أيضا بوناس نوتشيز، يعني للتذكرة لا غير، للتذكرة لا غير. أوكي، هنا كما نلاحظ، يعني في الصورة لدينا علامة استفهام
يعني أن هناك جملة استفهامية وتنتهي بعلامة استفهام عادية. إذا علامة الجملة الاستفهامية مميزاتها هو أنها تبتدئ بعلامة استفهام مقلوبة في بداية الجملة وتنتهي بعالية في آخر الجملة. هذه إضافة في اللغة الإسبانية. نعم، المثال هو كومو استاس. كومو استاس. كومو استاس. كومو استاس. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كومو استاس هي كيف حالك؟ هنا جملة استفهامية تبتدئ بعلامة استفهام مقلوب وعلامة استفهام عادية، لأن مجموعة من الملاحظين يقول سوف يقولون ما هذا؟ ما هذا؟ هل يكتبون هنا؟ ما هذه الكتابة؟ إذا شرحها هو أن عندما نشاهد علامة استفهام مقلوبة إذا نفهم أن هناك بداية لجملة استفهامية في اللغة الإسبانية. إذا كومو إستاس؟ إذا كومو إستاس؟ سؤال يعني كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ موجه لشخص نعرفه. أو يمكننا أن نقول كيتال 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 كيتال، كيف حالك أيضا، لكنها بسؤال آخر، لكنها بطريقة أخرى. يمكننا أن نقول كيف حالك بمجموعة من الطرق، بمجموعة كيف حالك أيضا، نفس المعنى ولكن الصيغة مختلفة. ويمكننا أن نقول كيتال إستاس كيتال إستاس كيتال إستاس كيتال إستاس، نفس المعنى كيتال أو كيتال إستاس أو كومو إستاس، نفس المعنى. الجواب عليها سوف يكون إستوي بيان، أنا بخير. إستوي بيان، هنا تفاؤلا أعطينا مثال بأن الكل تمام الحمد لله. استوي بيان، أنا بخير أو بخير، يعني تخي تخي يعني زيادة زيادة. موي هي طيب، فيري فيري. استوي موي بيان. استوي موي موي بيان، أنا بخير. استوي بيان، أنا بخير. درجة موي بيان أكثر من بيان. وعندما نريد أن نشكر شخصا نقول له غرافياس غرافياس غرافياس، شكرا شكرا غرافياس. أو موتشاس غرافياس بصيغة أخرى أكبر درجة من شكرا. وعندما نريد أن نشكره يعني لدرجة أكبر نقول له موتشيسيماس غرافياس موتشيسيماس غرافياس موتشيس غرافياس. إذا هنا يعني سوف نشاهد عندما نريد أن نذهب، قد التقينا وقلنا كيف حالك إلى آخره، عندما نريد أن نترك الشخص نذهب إلى حال سبيلنا نقول أستا لويغو أستا لويغو أستا لويغو، إلى اللقاء إلى اللقاء. لويغو من بعد من بعد، لويغو تعني لنا بعد، سوف يكون هناك لقاء. أستا لابيستا أستا لابيستا لابيستا، وهي لقد شاهدناها في درس لوس سنتيدوس. لوس سنتيدوس سون لابيستا، وهو وهي حاسة من الحواس فيجن فيزيون الرؤية لابيستا. إذن هنا رؤية أستا لابيستا، يعني سوف يكون هناك لقاء. أستا لابيستا لابيستا نلتقي من بعد. أستا برونتو أستا برونتو برونتو تعني لنا برونتو يعني
شيء قريب، موعد قريب، برونتو. برونتو برونتو معناها أن سوف يكون هناك لقاء قريب جدا. برونتو أستا برونتو، برونتو يعني القرب، شيء قريب. أستا برونتو، إذا نلتقي قريبا يعني. أستا لا بروكسيما، أستا لا بروكسيما للمرة الأخرى. بروكسيما، بروكسيما مرة أخرى، هناك يعني هناك لقاء آخر. لا بروشين، لا بروشين يعني أبروكسيما. أستا لا بروكسيما يعني سوف يكون هناك آخر. لا بروشين بالفرنسية نقول سيو ليتر، سيو ليتر أو ليتر يعني سوف يكون هناك بروشين. بروشين بروكسيما. أستا ماستاردي، ما معنى ماستاردي؟ ما معنى ماستاردي؟ قلنا لا تاردي، شرحنا لا تاردي، ضافت النون، ضافت النون. وعندما نقول أستا ماستاردي، عندما نقول أستا ماستاردي، إذا مثلا صديقان مثلا دائما عندهم مثلا عادة هنا في المساء يكون هناك لقاء في المساء، مثلا عندما مثلا يلتقون صدفة في محطة القطار أو في إلى آخره أو في مكان معين، يقال أحد يقول إلى الآخر أستماستاردي، أستماستاردي يعني سوف يكون هناك لقاء، سوف نلتقي في المكان المحدد لهذا اللقاء. أستماستاردي، أستماستاردي، أستماستاردي. مثلا أعطيت مثال ليتضح لا غير. إذن هذه بداية لا غير، هناك مجموعة من التحايا، هذه بداية. نحن في دروس السلسلة الأولى، يعني من الأحسن أن نتعامل مع كل أشياء يعني بالقلة، ليس الكثرة هي التي سوف نصل بالكثرة إلى الأحسن، لا، بالقلة والجودة. نعم، نعيد، سوف أعيد النطق. Hola، buenos días، buenas tardes، buenas noches. الجملة الاستفهامية تبتدئ علامة استفهام في أول الجملة لمعرفة الجملة الاستفهامية، تنتهي بعادية. ¿Cómo estás؟ ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Estoy muy bien. Estoy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta más tarde. وانتهى درس اليوم، وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.